ما تمش اليوم حقيقة الدفاع حسيناه مرحبا الحمد لله وكا هو نخدموا هذا أنا على الطرح اللي عملناها ضد نيجيريا وإن شاء الله نخدموا ديما نخدموا الكرة ما ديما ربح وخسارة ما انتهتش الكرة نخدموا أكيد مش خايف أما الحقيقة الجديدة دمرنا هنا في البديل على حسب ما نشوفوا كبيرة كانت في المتناول أما هذيك هي الماتش اللي بتاع كوب الفرق نحكيو على الماتش اللي هذا المفروض يعطيهم شو ضاعت فيه الكورة بتاع المجموعة كلها خايبة أمل أما بالنسبة للجمهور يمكن للاعبين الكل خايبة أمل بالنسبة للجمهور خايبة أمل مفوديس كيما يمكن الإحساس اللي عندنا احنا الرتور توا البولاء ويومي بعد التعب هذا كله انا قديش الكيلومتر صفر والتعب نتاع العربية هذيك هي الكورة ان شاء الله واحنا توا صعيب علينا باش نرجعوا للدار يقوم ما تقولوش للسرب شو يوجع القلب خويا شوف الصغير ياخذيه شوف الولاية دورامرين شوف ولدي الاخر راقد والصغير يحبوا يجيوا بعد هذا يكون على غالب على غالب كورة ما حبيتش تكون لازمنا نستخلصوا برشا دروس اللي كانت كوفيد هذوما الكل كيفاش الجيستيون تاع ليكيب ليكيب علاش كل ما تقبل واحد ما ترجعش في الاستمتاع الميتون الاول منظم كبير ديما يلعب لنا بسياسة النوم النوم بعد يفيق في يخسر بونت ولا اثنين هذا ما يمشيش في الافريق وما تنجمش تمشي بيه ياسر لبعيد ليكيب واقفة من اول الماتش مالوريزمون هذيك تلك حدودنا تلك حدود جواريتنا مي الجامعه يسمى تستخرج برشا فلوس من المشاركه نتاعها هذه سيتو جيستيون تاع ليكيب تشوفوا في ليكيبات كيما بوركينا ريسك ما عندهم حتى كات كوفيد تو لون دو لا كومبيتيسيون واحنا كل جمعه عندنا 5-6 كل جمعه عندنا 5-6 هذا كله ما يوصلكش لبعيد يوصلك الانكار هذيك هي حدودك بعد تقف تروح ان شاء الله مشاركه Thank you.